أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. أجمل وأوسم 100 رجل في العالم. في المرتبة الأخيرة ليوناردو دي كابريو، ممثل ومنتج أفلام أمريكي. 99 دونغ شيكينغ، فنان موسيقي وراقص. 98 ليونيل ميسي، لاعب كرة قدم أرجنتيني. 97 ماكسي إيجلسياس، ممثل وعارض أزياء. 96 بريان ويتاكر، مصور وعارض أزياء. 95 ليث أبو جودة، مغني ومؤلف. 94 كريس إيفانز، ممثل كابتن أمريكا. 93 فارون داون، ممثل هندي. 92 أليكس أندرسن، ممثل دنماركي. 91 تيموثي شالاميت، ممثل أمريكي. 90 ديماش، مغني كازاخستاني. 89 أنتوني جوشوا، ملاكم بريطاني. 88 جاي هوب، مغني راب وراقص وملحن. 87 كول سبراوس، ممثل أمريكي. 86 شاهد كابور، ممثل هندي. 85 زين مالك، مغني إنجليزي. 84 هنري كولدينغ، ممثل إنجليزي. 83 نوح سنتينيو، ممثل أمريكي. 82 ماركين تاون، مغني أمريكي تايواني. 81 دوان جونسون، ممثل أمريكي. 80 جيوليو بورتي، ممثل وعارض إيطالي. 79 كيم نام جون، مغني راب كوري. 78 توم هيدلستون، ممثل إنجليزي لوكي. 77 ناديتش كوجيما، ممثل تايلاندي. 76 دريك، مغني وكاتب أغاني ورابر. 75 كريس وو، مغني وراقص وممثل. 74 كريس هيمسورث، ممثل أسترالي أمريكي. 73 ظافر العابدين، ممثل تونسي. 72 كريستيانو رونالدو، لاعب كرة قدم. 71 ماثيو كيم، مغني وراقص ورابر. 70 ديغو بونيت، ممثل ومغني مكسيكي. 69 كريس بين، ممثل أمريكي. 68 ستيفن جيمس، ممثل كندي. 67 شوغا، مغني ورابر وراقص كوري. 66 داكر مونتجمري، ممثل أسترالي. 65 جودفري غاو، عارض وممثل. 64 ألكسندر ساكارسغارد، ممثل سويدي. 63 جافر سيرانو، عارض أزياء. 62 بوريس كوتجو، ممثل نمساوي وألماني. 61 أنطوان غريزمان،
لاعب كرة قدم فرنسي. بكتون ماريو مورير عارض وممثل تايلاندي. 59 لوهان مغني وراقص وممثل. 58 عمران عباس عارض وممثل باكستاني. 57 كيت هارينغتون ممثل إنجليزي جون سنو. 56 جون ديفيد واشنطن ممثل أمريكي. 55 تشاي شان مغني وممثل وعارض أزياء. 54 مايكل فيسبندر ممثل إيرلندي من أصل ألماني. 53 محمد عساف مغني فلسطيني. 52 تاكويا تيرادا عارض ومغني وممثل. 51 كيم جونغ إن مغني وممثل وعارض أزياء. 50 جيمي دورنان عارض أزياء وممثل بريطاني. 49 لوكاس مغني وراقص. 48 أرون تايلر جونسون ممثل إنجليزي. 47 جين كيم سوك جين مغني وراقص. 46 تشارلي بوث مغني وكاتب أغاني. 45 أوماري هاردويك ممثل أمريكي. 44 أوسكار إسحاق ممثل غوت مالي. 42 زاك إفرون ممثل وراقص وعارض أزياء. 41 تاي يانغ ممثل وراقص كوري جنوبي. 40 سيدهارث مالهوترا ممثل هندي وعارض أزياء. 39 دانيال ماتسوناغا ممثل وعارض أزياء. 38 مايك كولتر ممثل أمريكي. 37 نام جو هيوك ممثل وعارض أزياء. 36 هنري كافيل ممثل بريطاني. 35 جاكسون وونغ رابر وراقص ومغني. 34 ديفيد غاندي عارض أزياء بريطاني. 33 ستانلي وير ممثل فرنسي. 32 كيم مين جيو رابر وراقص ومغني. 31 باريش أردوتش ممثل تركي. 30 ماثيو بومر ممثل أمريكي. 29 ويليام ليفي ممثل وعارض أزياء كوبي. 28 ماريو كاساس ممثل إسباني. 27 شاي خوكون مغني وراقص صيني. 26 شارلي هونام ممثل وكاتب سيناريو إنجليزي. 25 بارك إيمين مغني وراقص كوري جنوبي. 24 ميكل هاوسمان ممثل هولندي. 23 شاتاي أولساي ممثل وعارض أزياء تركي. 22 لي تايونغ رابر وراقص ومغني كوري. 21 جيمس ريد ممثل وعارض فلبيني. 20 هارلي ستالز مغني وممثل بريطاني. 19 تريفانتي رودز ممثل أمريكي.
12 لاي مغني وممثل وراقص. 17 طوني محفوظ عارض أزياء ألماني. 16 روريك جيسلسون لاعب كرة قدم أيسلندي. 15 سيهون مغني وممثل وراقص. 14 أليكسي مغني وممثل روسي. 13 ديفيد بيكهام لاعب كرة قدم. 12 أنطونيو براون لاعب كرة قدم أمريكي. 11 كانغ دانيل مغني وراقص كوري. في المرتبة العاشرة آرمي هامر ممثل أمريكي. في المرتبة التاسعة جونسون أكليز ممثل أمريكي. في المرتبة الثامنة ماريانو دي فايو مصمم أزياء وممثل إيطالي. في المرتبة السابعة مارلون تيكسيرا عارض أزياء برازيلي. في المرتبة السادسة شون مينديز مغني كندي. في المرتبة الخامسة كيم تاي هيونغ ممثل وراقص كوري. في المرتبة الرابعة فيليكس شاليبريغ يوتيوبر وكوميدي. في المرتبة الثالثة إدريس ألبا ممثل إنجليزي. في المرتبة الثانية جون كوك مغني وراقص كوري. أما أجمل رجل في العالم الذي حصل على المرتبة الأولى جايسون موموا ممثل وعارض أزياء أمريكي.